تعرف في الجزائر وما بغيش في هادشي. سير اخويا يوبي سير، حتى اللي سمعك شفتي هذا عريان، شفتي هذا غادي حفيان، يقول هذا عايش في اوروبا كيستغرب، واه علاش شفت هادشي؟ ترى في الجزائر راك ورا شي واحد مقرقب غادي حفيان، انت جاي تقول فيها البريزيدون؟ سير يوبي سير تنعس اصاحبي، سير اصاحبي سير في حالاتك. يدوي عاد بغي يعطي خطاب على الجزائر، حتى الجزائر اش عندهم؟ راه ما عندين ما الثقل، ورا الكودرون باقي ما داخلش، باقي الكودرون باقي ما عندكمش. الا الناس اللي كيتبعوني، الا الناس اللي كيتبعوني هذوك هما اللي جزائريين واعرين، اما الاخرين ما جزائريين ما الثقلوا. تخول الجزائر راه هي اخر دوله في افريقيا، لا من ناحيه فلوس لا من ناحيه داك الغاز، راه غير هضره ديال الغاز. انتم عندكم الغاز اش غدير به؟ لا ما شريتوش من عندك روسيا، ولا ما شريت، ولا ما داتوش لك فرنسا، حق فرنسا ما كتشريش من عندهم، ما كتشفر لهم صح، كيخافوا من فرنسا. لا ما داتوش لك فرنسا ولا ما شريتوش من عندك روسيا، اش غدير بداك الكاز؟ انت اش غدير به؟ اش غدير؟ ما غتعرفوا ما ديروا به. الكاز عندنا، الكاز عندنا، البترول لا هو يلا، اش غديروا به؟ لا ما شراوش من عندكم الناس. انتوما كينصبوا عليكم اصاحبي، كتعطيو الكاز لروسيا وكيعطيكم، تعطيوهم 30%، 30% من الارباح. ري طاحت لي الجاجة ديال بيسي جيمر، ري ري قفر ري، ما عرفت شنو طاع عاوتاني. الحمد لله علينا كرمة بهاد الجزائر، يعني والله حتى المغرب احسن من الجزائر بالله، وماشي حيت مغربي كنشوفكم انا كيف